استاذ عصام، في ناس عايزه تتبرع، في ناس عايزه تساهم، في ناس عايزه تشارك، وبنشوف الكلام ده على السوشيال ميديا كتير. ممكن يتوجهوا لفين؟ ممكن يعملوا ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه القافله او التحرك من سلسله القوافل اللي بدات امبارح ده كان البدايه. التحالف الوطني ما زال على مدار الساعه فاتح ابوابه من خلال كل مؤسساته لكل مواطن حابب يدعم الشعب الفلسطيني. احنا انا يعني بارجو كل فئات الشعب اللي حابه تدعم اخواننا في غزه انه يتابعوا صفحات التحالف. بالنسبه لي انا شخصيا وكمدير للمركز الاعلامي لمؤسسه صناع الخير، احدى المؤسسات المؤسسه للتحالف، و صناع الخير بتستقبل المساعدات وبتستقبل التبرعات لأهالي غزة. أنا بأمل أن كل مواطن حابب يساعد يدخل على صفحات مؤسسة صناع الخير أو أي مؤسسة من مؤسسات التحالف عشان يبدأ يتفاعل ويبدأ يساعد. هيلاقي بالتأكيد في أقرب مكان ليه فرصة أنه يتبرع ويساهم، سواء عايز يتبرع بالدم، عايز يتبرع بمساعدات عينية، عايز يتبرع بمساعدات نقدية. بالتأكيد التحالف فاتح المجال لأنه كل مواطن مصري حابب يدعم يتلاقى الفرصة في التحالف. أستاذ عصام، برضو يعني زي ما حضرتك ذكرت فكرة السرعة حتى في البدء في تجهيز هذه القاطرات، عايزة أعرف من حضرتك لو نتكلم على التنظيم اللوجستي، فكرة السرعة، سرعة الاستجابة كانت مبهرة الحقيقة. عايزة أعرف من حضرتك إزاي ده حصل؟ طيب التحالف الحقيقة من بدايته في مارس 22 وهو بيشتغل على يعني قواعد استراتيجية مهمة، أهمها التخطيط الجيد اللي بيبدأ بقياس الاحتياجات وبعدها بتلبية الاحتياجات بداية من المخزون اللي موجود عند مؤسسة التحالف وفتح المجال لاستعواض المخزون من خلال التبرعات. قصاد ده كمان في إتاحة الفرصة للمتطوعين انهم يدخلوا او يساهموا بشكل كبير في التنفيذ. كل ده الحقيقة بعوامل في الآخر بتنتج وتثمر سرعة في الأداء وتنظيم جيد وكمان تحقيق للهدف. يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك بمناسبة موضوع السرعة، الجمعة على سبيل المثال كان متطوعي التحالف وفرق عمل التحالف على مستوى الجمهورية بيستروا ملحمة إنسانية في موضوع التبرع بالدم. شباب صناع الخير على سبيل المثال، واسمحي لي انا بتكلم عن صناع الخير بشكل مركز باعتبار كمثال طبعا الدولية. يعني فانا الشباب والفريق على مستوى الجمهوريه كان منتشر كخليه نحل، بيبدا بالتبرع بنفسه، بيبدا بيوعي الناس بالتبرع، بيشتغل على تامين الاحتياجات اللوجستيه عشان الدم يتم حفظه بشكل جيد. ده الجمعة على مدار الجمعة كمان وبالتوازي منه التعبئة والتغليف والتجهيز للمواد الغذائية أنها تتحرك، بالإضافة كمان للبطاطين والملابس. الحقيقة مع ساعات فجر السبت كان كل الشاحنات بتتحرك، مع شروق شمس السبت بدأ توافد الشاحنات على نقطة التجمع الأولى في طريق مصر إسماعيلية. عايز أقول لحضرتك أنه التوافد نفسه كان بمنتهى التنظيم ومنتهى التنظيم وفي منتهى السرعة. ساعات بالضبط كان بيبدأ التجمع.